طيب طلعوا معي الان على هذا الجهاز، ايش اللي بتشوفوه؟ ايش الاشياء اللي احنا درسناها؟ شو بتعتقدوا هاي الاشياء؟ برشز. وين البرشز؟ هاي وحتى محطوطين هم مجموعه جنب بعض، لانه هون كم مسار في عندي؟ واحد اثنين ثلاث مسارات، ماشي؟ شو بتتوقعوا هاي الاشياء اللي هون؟ كويل. لا هاي لير هاي الارمتشر، هاي الارمتشر هاي بتلف بتتحرك، هذا ثابت هذا بلف، اذا هذا ايش تتوقعوا؟ هذا الارمتشر. ايش هذول اللي هون؟ لا لسه هذول الكوميتيترز، كوميتيتر سيجمنتس، هذول اللي بيصير بينهم الاتصال بين الروتور الارمتشر والبرشز. اذا هذول شو الهدف منهم؟ كوميتيترز. ايش الهدف من الكوميتيترز؟ بيعكس اتجاه الكرنت في كل سلك لما هذا يمر عند النيوترال اكسس، ماشي واضح؟ هاي هذول اسمهم كوميتيتر سيجمنتس. لاحظوا ما دام هذا ثابت وهذا متحرك، اذا في اتصال كهربائي ما بين الاثنين، مش هيك؟ البرشز هون موجودات، وفي زنبرك بتغطي برش. من ايش الماده اللي معموله منها البرش؟ من الجرافيت، من الجرافيت. وهذه ماده معدنيه، ما بعرفش ايش بالضبط هاي الماده اللي هون. فالماده المعدنيه لما بتضرب على الجرافيت راح ينهر الجرافيت بعد فتره، راح تضلها الماده المعدنيه. فالمفروض اني ابدل الماده المعدنيه مع الوقت. وفي هون زي جداير هون بيك تيلز. طيب ايش كمان الاشياء اللي بتشوفوها هون؟ ايش في اشياء ثانيه شايفينها هون؟ طلعوا هذا، ايش هذا؟ ملف. هذا الملف، اي ملف لايش؟ ملف ليكون رئيس. هذا الفيلد، هذا تبع الفيلد. بس عندي مش تو فيلدز، عندي هون بالحاله هاي عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بس أنا عندي 6 بولز. كم برشز بكون عندي؟ ستة. كمان ستة، واحد اثنين ثلاثة. لاحظوا وين البرش موقعها جاي؟ هون عشان يكون هذا هو النيوترال اكسس. لو بدي اغير النيوترال اكسس هلا لو صار عشان مشكله الهاي شو بعمل؟ شايفين هاي؟ ايش؟ شايفين هذا اللي هون بالانجليزي بنسميه لونج هول او تلف. فممكن افكهم هون هاي الف هاي الرينج هاي الرينج بعاير بحيث انها تناسب اللود تبع الماشين، بعدين بترد بتشدها مره ثانيه. احتمال في اربعه من هذول. ايش كمان اشياء؟ ما فيش عندي في الحاله هاي انتربولز، ولانه ما في عندي انتربولز ايش عندي؟ طريقه للادجستمنت تبعت البروشز عشان اعمل ادجستمنت للبروشز. اختار ورق كويل. هذا كويل، هذا اللي هو الفيلد، فهذا الكتروماجنت. طبعا لازم يكون في ماجنتيك فيرو ماجنتيك ماتيريال في داخله من هون عشان يتركز الفلوكس. طيب خلينا نشوف اذا في صوره ثانيه. هاي صورة أوضح هون وأكبر للهاي. هاي شايف الكويل ما أضخمه؟ هاي جزء منه، هاي الجهة الثانية. وطلع هدول إيش هدول؟ هدول اللي بيمسكوه، اللي بيمسكوا الكويل مع الماتيريال تبعته. هاي الكوميتيترز، كوميتيتر سيجمنتس، وهي البرشز عليهم، وهذا الرينج اللي بيحمل البرشز. هاي صورة كمان جانبية، يمكن هون هلا أوضح إنهم ستة. نعد هون هي واحد اثنين ثلاثة أربعة. احتمال خمسة ستة، وهي عندي هدول هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذا هذا خلينا نقرأ الديسكريبشن تبعه. الديسكريبشن تبعه 89 هورس باور 89 ار بي ام وما في انتر بولز، وعندي 6 بولز. طبعا البولز لازم يكونوا ازواج، مش هيك؟ نورث، واللي جنبه بيكون ساوث نورث ساوث نورث ساوث. طلع على ماشين ثانية. إذا بنطلع هي واحدة، ما فيش عندي غير كوميتيتر سيجمنتس، مجموعة واحدة من كوميتيتر سيجمنتس. هاي طبعا بعد فترة مع إذا مع الاحتراق هذا ببعثوها بيعملوها سكيمينج بالانجليزي بنقول. زي نوع من الإخراطة. بنظفوها وهي البرشز. تبعها لفتو بس ما فيش تفاصيل كثير اكثر من هيك. طيب خلينا نطلع هون.
هلا هون عندنا ايش بتشوف؟ طلعوا لي هاي عندي، هاي واحد أربعة، هاي اثنين، ثلاثة، أربعة، وهي البرشز هون بنفس الطريقة. ستة ولا أربعة؟ أربعة. هاي واضح إنه هون ال، هاي شايفين الفتحة هاي؟ نقول عشان نعمل أدجستمنت، والاحتمال ما في ايش؟ فيش انتربوكس. هاي واضح الكويل، هذا اللي هو اللي بيعطيني الفيلد. شايفين سلكه كيف السلك اللي داخل هون؟ ايش بتلاحظ؟ ما بعرف اذا بتشوف ببين معنا اللامينيشنز هون، ما بتبين اللامينيشنز يمكن. هاي في الكويل، في الكويل الثاني هون موجود هون. وهدول الاسلاك شايفين الكوميديتر سيجمنتس موصولين مع ايش؟ مع الاسلاك اللي بالارمتشر. هي الارمتشر اللي بتلف. هي مبينة الارمتشر، مبينة واضحة هون. هي شايفين الاسلاك اللي فيها؟ شايفين كيف ثيك سميك السلك، السلك اللي بالارمتشر. ماشي واضحة هاي؟ هذا اذا هذا ما في انتربول، بحنا لا ما شفنا انتربول. خلينا نطلع الديسكربشن. عندي هون فور بولز زي ما حكينا ونو انتربولز. نطلع كمان هون. أنا هي بين الكوميتيتر سيجمنتس، هاي البرشز، وعندي شايفين بتطلع هون الكوميتيتر سيجمنتس كيف داخل هون على الاسلاك اللي بتروح بالارمتشر. ايش في عندي هون شيء جديد؟ الانتربول. هي شايفين الانتربول هون، ولاحظوا الانتربول شو الكرنت اللي بيحمله؟ بس مين هو اي كرنت بيحمل؟ واي اي. ايش هو؟ كبير، كرنت كبير، ولذلك اذا بتطلع هون شايف السلك سميك. عشان يتحمل الكرنت العالي، وطبعا بين كل بول وبول لازم يكون في انتربول. هي الانتربول واضح بشكل واضح، مبين هون بشكل واضح. اذا ما عندي اظن سته، يمكن هون سته بولز ولا ثمانيه؟ ثمانية بولز، تمام، اوكي، ثمانية بولز مع انتربول. عشان توصيل الساعة. هل فرجيكم هذا محرك صغير مرة جابوا لي طلاب من مضخة مي. بيرمننت ماجنت. ايش أول شيء عندي هون مبين بشكل واضح؟ ايش هدول؟ لامينيشنز. ليش اللامينيشنز بنحطهم؟ لاحظ اتذكر انه الفلكس بده يكون عمودي على الارمتشر، مضبوط؟ فالفلكس عماله بحاول يعمل ايدي كرنتس بأي اتجاه؟ هيك. بس لما الايدي كرنتس يحاولوا يمشوا بهذا الاتجاه المسار تبعهم معطل منهم، لكن كفرو ماجنتيك كماجنتيزم فلكس بيقدر يمر، مش هيك؟ بيقدر يمر في هذول اللامينيشنز اللي موجوده هون. ايش كمان شايفين هون؟ طلعوا هون مضبوط، ايش في؟ ايش هذا؟ هاي البرش، وهون احتمال في داخلها في زنبرك بتفش الجرافايت، هاي الجرافيت على الكوميتيتر سيجمنتس. عدد الكوميتيتر مبين كيف الاسلاك جاي من الارمتشر وين رايحه؟ الكوميتيتر سيجمنتس. شو الهدف من الكوميتيشن؟ عكس اتجاه التيار بالسلك كل ما يمر على نيوترال اكسس. كم بول متوقع عندي هون؟ ليش؟ عدد البرشز. هاي عندي هون، تذكر قلنا الاسلاك بتروح من ورا بتلف وبترد بترجع مره ثانيه؟ اذا بيرجع بعدين من هون بتنشبك على الكوميتيتر سيجمنتس. من ورا يعني، نعم؟ اي جهاز؟ من هون هيك بلف وبرد برجع مره ثانيه. على اي اساس بلف؟ لا يا اللي بتلف من الموتور. ما هو بلف معاه، هذا السلك بلف معاه، هذا السلك بلف مع الارمتشر كلهم مثبتين على هذا الاكسس. هاي ثابته، هذا بلف، فالشافت هذا عايش بده يقعد هون. هذا بيرنج. هلا شوف الصوره الاكبر يمكن تبين معك بشكل اوضح. هي نفس الشيء، هذول الاسلاك مثبتين على الارمتشر. انا طلت الارمتشر، طلته من المحرك، مسحوب المحرك. هاي شايفين طرف الارمتشر، الاكسس تبع الارمتشر ايش مثبت؟ ايش هاي؟ بيرنج. لازم يكون في بيرنج على جهه وبيرنج على الجهه الثانيه. هاي جماعه الميكانيك هون بيقدروا يقولوا لكم كل شيء عن بيرنج وتصميمهم، صح يا مناصير؟ هاي ايش عندي هون؟ ايش هذا؟ ايش هذا اسمه؟ بس هاي القطعه شو هي؟
بيرمننت ماجنت. اشكرك يا عبد الرحمن. عبد الرحمن سعيد قايد نورث، ما بعرفش هذه نورث او ساوث، واحد منهم بول واحد بول ثاني. طبعا هون في عندي منطقه رايحه على الفاضي، هذه هون جاب نيوترال اكسس. وين بيكون نيوترال بليت؟ هون. بس لما يصير عندي ارمشر رياكشن هلا هون، هذا وين المحرك الصغير ما بيسالش كثير في الارمشر رياكشن، فلا في لا انتر بولز ولا في تعديل. هي محرك هون بشكل اوضح اللي كان يسال روابط، هذا اللي برا، هذا اللي بنحطه في داخله، هذا بتثبت مع هدول، فهذا ثابت وهذا ثابت وهذا ثابت، هذا من هون مثبت على البيرنج وهذا من هون مثبت على البيرنج وهذا اللي بنلف. وعندي طبعا بس سلكين، ليش عندي سلكين ما عنديش أربعة؟ لأنه أنا السلكين الثانيات ما بدي سلكين عشان الفيلد، ليش؟ ما فيش عندي فيلد هون. ليش ما بحتاج لسلك عشان الفيلد؟ الاتجاه واحد أصلاً. لا لا لا. عندي سلكين جايين من الارمشر مظبوط؟ بدي يمر كرنت في الارمشر. طب الفيلد ليش ما عندي سلكين رايحين يعملوا اكسايتيشن للفيلد؟ مين اللي مولد الفيلد هون؟ كان في داير فيرمت ماجنت. فيرمت ماجنت بده اكسايتيشن؟ لا، ما بحتاج سلكين للفيلد بس بحتاج سلكين للارمشر. ماشي واضحه؟ في اسئله عليها هاي؟